رجل الاعمال اللبناني علي زعيتر اصبح المالك الجديد لنادي فاريزي الايطالي لكرة القدم يلي بيلعب بالسيري بي زعيتر مواليد 1983 تتنوع نشاطاته بين تعهدات البناء واستيراد وتصدير السيارات وصولا الى امتلاكه وكالات للسفر اشترى 97% من اسهم النادي الايطالي فيما احتفظ المالك القديم نيكولا لورينزا ب3% فقط ليصبح مالك النادي يلي خرج أسماء إيطالية لامعة أمثال قائد أودينازي الحالي أنطونيو دي ناتالي وأسطورة منتخب إيطاليا بمونديال 82 كلاوديو جنتيلي الخبر دولته الصحافة الإلكترونية اللبنانية في حين كان بإمكان زعيتر الاستثمار بالرياضة المحلية إلا أنه اختياره لنادي إيطالي بيطرح العديد من التساؤلات